هذه الخبرة تعلمتها من أبوي الله يرحمه، وكان عمري 14 سنة بديت تشفيت المحركات اليابانية. شهادتي بكالوريوس لغة عربية ودبلوم علوم إسلامي. ماكو تعيينات، أنت تعرف بالعراق ماكو تعيينات. أمي أولاً والدتي مريضة عمية ومبتورة رجليها، فما متعارض، بالعكس هي كيف إنه عدها يعني هيك شيء بالبيت في التخرج. يتفاجئون يعني يشوفوني انه انا اشتغل ويا والدي. انا مهنتي تاسيس كهرباء، تاسيس بواري، صبغ، غرف نوم ماليزي اربط بيدي، يعني اكو شغلات الرجال ما تجيدها، انا اجيد العمل الرجالي.